انه ما معي اي وثيقه رسميه تثبت اني شخص سوري اساسا. احتمال يفكروني بي كي كي، احتمال يفكروني داعش، احتمال يفكروني اي شيء، لانه ما عندي شيء يثبت شخصيتي. الناس بدها تشتغل، بدها تسافر، يعني اولاد بتدخل على مدارس، الشباب بدهم يتوظفوا، يعني كل شيء بهالمحافظه يعني بده اوراق، بده شغل. هلا اكيد اول شيء مخطط طلع للمستقبل هو اني اثبت زواجي اكيد بحكومه معترف فيها، اكيد معي الحكومه السوريه، لانه يعني الناس كلها بدها اوراق، كل الناس بدها تشتغل، كل الناس بدها تعيش، يعني على تنفيذ العمل بدها تسافر، بدها تسافر، بدها تهاجر برا البلد، بدها تنقل جوا البلد. صار في علي اقبال كبير من الناس. يعني الناس من علامه مصابه ما بتفطر لهالموضوع ابدا. بس عم يسر لها امرها، انا ما مول، انا مو موضوعي تزوير، انا عم جردونا باسم سوريا. وسبحان الله يعني اغلب قصه اغلب الناس اللي هون نفس الترتيب، نفس القصه.